مالك يا جابر قاعد كيف المركبة غرقت ليه؟ مستنيك يا كبير، كنت عايزك في موضوعك ده. خير، ولو إن ما يجيش من وراك خير. امبارح قمت من النوم لجيت رجلي. لا قصر قصر وانجز وخلص. رحت للدكتور بتاع الوحدة، قام قال لي لازما أرقد في السرير أسبوع. عاوز تاخد أجازة يا جابر؟ ربنا يديك الصحة. لا لا ليه بس يا كبير، بقول لك تعبان. انت يا رجل انت مش لسه واخد اجازه الاسبوع اللي فات؟ الدكتور قال لي العلاج لو ما نفعش لازم نتدلع على مصر عشان اعمل اشعه على رجلي. جابر ثلاث حاجات مع كلهم شو واصل، السوشي والوكل البايت والاونطه. يا كبير يا كبير بقول لك تعبان وانا محتاج الراحه دي قوي. لا يا جابر. وحياه الست هديه عندك يا شيخ. لا يا جابر، جزر وقطمها جحش. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. عم جابر عم جابر عم جابر خير يا دكتور؟ طمني. أنا اديته حقنة هتنيمه لحد بالليل. طب هو حصل له حاجة؟ الظاهر لما وقع دماغه اتخبطت على الأرض جامد، فعملت له حالة هلوسة نادرة بتيجي بعد الصدمات. المريض فيها بيتهيأله إنه شخص تاني غير نفسه. شخص تاني كيف يعني؟ يعني مثلا لما دخلت عليه كان فاكر نفسه حسين رياض في وإسلاماه، وعمال يقول أنت فين يا جهاد؟ أنت فين يا جهاد؟ ومسكتش لما قلت له انا هنا يا سلامه، انا هنا يا سلامه. ايوه 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 ايوه، ده نفس المرض اللي جه للست شاديه في فيلم عفريت مراتي. لا ده اللي جه لفردوس عبد الحميد في ليله القبض على فاطمه. الراجل ده لازم ياخد الدواء اللي كتبت له عليه، ولازم كل اللي حواليه يسايسه وتاخدوه على قد عقله لغايه ما يخف، بدل ما يتنكس تاني ويخش في غيبوبة والله أعلم هيفوق منها ولا ما يفوقش. طب هو حيروق ميتة يا عالم؟ يا وجع مربربة. أنا مرضيتش أكلم البوليس، بس أنا بحملك المسؤولية كاملة يا كبير لو الراجل ده حصل له حاجة. ذنبه في رقبتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما كانش حقك تهزر معاه جامد كده يا كبير، ده راجل صحته على قده وكان هيروح فيها. خلاص عاد خلاص عاد يا هدية، ربنا واحد عالم باللي فيه. يبقى شخص ثاني كيف يعني؟ عم جابر جابو انت فين؟ انا جاي اطمن عليك، سمعت انك عيان. عم جابر او ماي جاد، حد شافك وانت جاي؟ فيها ايه لما حد يشوفني وانا جاي؟ فيها ايه؟ الانجليز متوترين في البلد والبوليس السياسي خارب الدنيا. انجليز ايه وبوليس سياسي ايه؟ ايه الهري اللي بتهريه ده يا عم جابر؟ لا انت مدريتش باللي حصل. لا بقى هتروش وتقول لي حصل وطحينه وطحينه من النوم وجو الثمانينات داخل. فتحوا الكوبري على ام زهره. فتحوا الكوبري على ام زهره؟ طب وزهرة رياكشنها ايه؟ يا ولدي بقول لك فتحوا الكوبري على التلاميذ في المظاهرة. التلاميذ؟ اوكي. قول من الأول، اوكي. يبقى احنا لازم نتحرك بسرعة. طبعا لازم نتحرك بسرعة، يلا. مش كده. أسرع، يلا. يا ولدي مش كده. أنا عايز أريحك. لازم نتحرك بسرعة ونخلص من المنشورات اللي عندينا دي يا شكري. شكري؟ هي جابت شكري؟ او ماي جاد. هدية الحقيني. خير؟ عم جابو ساحت منه على الاخر، وفي ايه بالظبط؟ معيش معانا ولا ايه؟ من ساعة ما دولة مصطفى النحاس باشا. وين المنت؟ دولة دي تبقى انتيمة ام زهرة؟ انتيمة مين يا جوني؟ هو قصده مصطفى باشا النحاس. الراجل وقع على دماغه وجاله لطف، ده كده رحمة، من شوية كان فاكر نفسه ماما نوني. معلش سايسو سايسو. المنشورات دي لازم تتوزع النهارده. وماله نوزعوها ما نوزعوهاش ليه؟
كل واحد عارف المنطقة اللي حيوزع فيها؟ عارفين. طب انت هتوزع فين يا هنادي؟ الجامعة وشارع قصر النيل. وانت يا شكري؟ شارع شهاب وفرغلي جامعة الدول ان شاء الله. على بركة الله. مد يدكم. كله بامية صح؟ كله بامية ايه؟ مد يدك. الله، الوطن، الثروة. Whatever. بس يا دي كفايه، بس يا دي كفايه صداع. كفايه خرب بيتك. كخ يا كخ، كخك ده ايه القرف ده؟ كوكو. ايوه صح، دي كوكو. كوكو عاوز كوكو؟ اديله كوكو يا هدي. من عيني كوكو دي. يا دي كوكو بتاعتي انا. كوكو دي. دي كوكو الكبير يعني. كوكو دي مالك صالح بيه. كوكو دي حرام يا كبير، اديها له يا ما دي زي دي يا كوكو دي. اها كل دي ماما. اتجننت. بيوكلك يا كبير، بيوكلك. اتشكر يا حبيبي، باكل لوحدي. كل انت عشان تكبر، يلا كل. شطوره، شايف كيف احسن اخواتك. يا مت بالروح يا كبير، انت هتعمل عقلك بعقله، هو جدك. انت حد منين انت كمان؟ ده خلفني. معلش يا كبير، الدكتور قال لازم ناخده على قد عقله. انسيسوه انسيسوه يا كبير، ولا يتنكس. خلاص يا حبيبي، خلاص حقك عليا انت. خلاص عاد، الكبير ده زين. الكبير عفش. لا زين. عفش زين. الكبير عفش. شوفينك حل فيه الطفعيه، يا اما تاخد الوك. يلا كل مام، اقول لك غني له يا كبير، غني له. غني له ايه يا هتير انت؟ يلا يلا غني معايا. هم المام يا روحي يلا جايبه لك نام. كل واكبر لي يا روحي يلا. هم المام. هم المام. مبسوط يا حبيبي؟ دش القبضتين المدمرتين. تضربني ليه يا مازنجر؟ ده انا بحبك. انت بالغضب وجاي عشان تدمر المدينة. ابدا مش هخليك تدمرها. اتفضل القهوة يا كبير. ها، ايه الاخبار النهاردة؟ الاخبار زي الزفت. هو الواد فزع مش هياجي عشان ياخده يديله الحقنة؟ انا عارف عوق ليه الواد ده، بعدت له من بدري. هدمرك يا ابو الغضب. ماشي ماشي، اشرب القهوه واديك تدمرني. طب وبعدين يا كبير؟ ده اديله اسبوع على الحال ده، هو هيفضل اديه على طول ولا ايه؟ تفي من بوقك يا وليه، يفضل اديه على طول كيف؟ ده اللي قربت احصله. بعد الشر عليك، روق دمك واشرب قهوتك، وان شاء الله ربنا هيشفيه ويريحنا. امين يا رب العالمين. بوووو العاصفة. شيله من قدامي يا هدية. ماشي. شيله من قدامي. ماشي. تعال يا مازنجر، تعال يا حبيبي، تعال مليكش صالح بابو الغضب. أقول لك تعال ندمر المزدوج في المطبخ، تعال. هيا بنا. بلا ماخدة يا كبير، بلا ماخدة، بلا ماخدة يا كبير. أمن جنابك. تأخرت ليه يا جلوس الطين؟ ده مازنجر خارب الدنيا في الدوار. يمين بالله، أول ما جنابك بعد لي أنا جيت طوالي. طب شوف هتتنيل تعمل ايه مع جابر ده؟ امن جنابك. مازنجر يا مازنجر. تعال يا مازنجر، خابر مدام افروديت والدكتور مفيد قلبين عليك الدنيا ومنتظرينك كلاتهم في المختبر. صح. امال ايه؟ اروح لهم. استنى بس، هتروح على فين؟ انا كده كده رايح اخدك معايا نونس بعضينا في الطريق. طب اركب وراي. ايوه مليئ. دش 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 دش. ايوه بطل مازنجر. دش الملتحم الجبار. ايوه دش
الكوكب العربيجي. اشرف اشرف، في ايه يا فزاع؟ ايه ما تلعبش بعيد يا مازنجر. ايه الله يخرب بيتك، ما رحتش الارض كيف ما قلت لك ليه؟ واه اديني رايحه. طب يلا روح حلم بسرعه، الكبير هيستعوجنا وهيطين عشتنا. هو عامل ايه واقف على السور بيعمل ايه؟ يا نهار ازرق، مازنجر الجبار يطير الطيران الصاروخي. عم جابر عم جابر يا عم جابر يا عم جابر انت زين؟ يعني يعني فين؟ انت كويس؟ روح انت يا اشرف، روح انت على الارض كيف ما قلت لك لحسن الكبير ياخد خبر. اوعاك تجيب له سيره بيتها حاجه. ماشي ماشي ماشي، سلامتك يا عم مازنجر. معلش معلش، الوجعه كانت قويه شويتين يا عم مازنجر. مازنجر ايه يا ادم مقبول انت؟ اهدى انت، خفيت ولا ايه؟ خفيت من ايه؟ لا يعني ما انتش فاكر. انا اخر حاجه فاكرها ايه؟ لما كنت واقف على السلم ايه والكبير زقني ووقعت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كبير، حسبي الله ونعم الوكيل. قوم انت من ساعتها عادي يا عم جابر، بقيت كل يوم تصحى لنا بحاله، يوم تعمل لنا عيل صغير، ويوم تعمل لنا عم مازنجر، ولا فكر يوم لما عملت لنا كابتن ماجد. انا كنت متخربط الخربطه دي كلها. ايوه يا عم جابر. ما مش هيجيبها البر الكبير ده غير لما يقطع خبري، حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا عم جابر، امانة الله امانة الله، الكبير كان متأثر قوي من اللي حصل لك ده، وكان حنين معاك على الاخر وانت مرضان. حنين معاي؟ ايه كيف؟ كان حيسيسك ويدلعك وانت كنت مبهدل اخر بهدله. انا كنت مبهدل الكبير؟ ايوه، امال ايه، هو كان مستحملك اخر استحمال. بس الف بركه يا عم جابر انك رجعت لنا بالسلامه. جابر مين يا ولا؟ مين جابر ده؟ هي اشتغلت تاني ولا ايه؟ امال انت مين دلوق؟ انا الكبير قوي. هي حصلت الكبير قوي؟ انت جنيت؟ ايه اللي بتقوله ده يا كبير؟ انت نسيت الدكتور قال ايه؟ انت قلت ايه يا دي انت ياد؟ ما قلتش حاجه. لا قلت اني اتجنيت. قلت على نفسي اني اتجنيت، انا بحب اقول على نفسي اني اتجنيت، ما اقدرش اقول عليك حاجه، انت كبير قوي. طب ادري، روح هات لي السابو بتاعي من تحت الدولاب. هجيبه لك انا يابا. لا يا هديه، انا بكلمه هو، يلا يا طحش. عشان خاطري. غور. بتعمل ايه يا ياد؟ وانا هلبس الصابون حالي ولا ايه؟ وانت عاوزني اعمل لك ايه؟ اشيلك البسك الصابون؟ تعال قلعني البلغه ولبسني الصابون. معلش يا كبير، هو ما خبرش بيعمل ايه؟ فز يلا. اي 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 عورت. قوم امشي. غور غور، مش عايز منك حاجه. بتصغر لي كده ليه؟ ما تيجي تديني قلمين احسن. يا ريت. بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. طب يلا غور امشي. تهديه. انا رايح مشوار، رايح مشوار بدل ما اصور قتيل الليله دي. وانت يا بنت يا هديه. نعم يابا. اعملي لي كوبايه شاي اروق بيها دمي بدل اللي عكرهولي الطحش ده. حاضر. ولا اقول لك ما تعملي لي كوبايه عصير. حاضر يابا. ولا احسن يعني تعملي لي طاجن رز معمر وحطي لي عليه وزه وكوبايه عصير. من عينيا يابا. والله وبقيت كبير قوي يا جابر. انا خلاص ما عدتش قادر استحمل رزالته وقله ادبه. هنعمل ايه يعني يا كبير؟ ما هو انت بس لو ما كنتش قفلت مخك ورميته من فوق السلم ما كانش حصل اللي حصل. يا ريتك كان راح وخلصنا بدل الذل اللي هو ذلله لنا ده. حرام عليك يا كبير، بعد الشر. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. انا اللي ما فهموشي، ايش معنى الكبير قوي اللي قافش فيها دي ليمين؟ ما هو كان كل ساعه بحال، ايه اللي جرى له؟ ايه يا كبير. نعم. عندي موضوع عاوز اقول لجنابك عليه. مش وقت تفاهه يا فزاع، مواضيعك كلها تافهه. لا 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 لا، موضوع مهم. نعم. ديك النهار وانا رايح المستوصف مع ايه
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا حلوف انت؟ ما بتردش السلام ليه؟ بلدين لما ترد بعد كده تعلي صوتك عشان اسمعك. ومالك قاعد من قاس كده؟ قوم فز، انت واد ما عندكش رباية. فز قوم. زيك مسكين يا زلمة. بتبرطن بتقول ايه؟ لا بغني غنيوة في سري، انما للصبر حدود. ومالك يا واد لو بوزك كده؟ افردوا افردوا لاسفخ القف افردهولك. تصفخ مين كف؟ وكمان بترد عليا ناقص؟ انا هربيك الفساع. ايه؟ لفين الخزرانه اللي في يدك دي؟ ارجع ارجع. هات قدامي على الاوضه. ليه؟ هعبطك. هي حصلت خلاص يا بوي، عشان خاطري سامح المره دي. ما حدش له صالح ولدي وبربيه. هو ما هيعملش كده تاني، هو حرم خلاص. مش انت حرمت؟ قول له انا اسف. اسف اسف ايه يا جاموسه؟ انت هتعمل العمر دي الخرفان ده؟ شفتي؟ مش بقول لك ده ناقص ربايه وانا هربيه. اسمع يا راجل، انت راجل كبير، ما تخليش اتغاب عليك. تتغاب على مين يا كلمة؟ يا وجع انطينه يا مري. أحب على يدك يا كبير، ما تقتلوش. هو ما داريش بيعمل ايه. قلبي ولدي بيدق فيا، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم القيامة. فزاع، خده على أوضة يا فزاع السعادة. معلش يا كبير، هو ما كبير يا مراري. رايح فين يا كبير؟ هقتله. هتقتل مين يا كبير؟ حرام عليك. ما تعبيش نفسك يا هدية، هقتله يعني هقتله. يا كبير ده راجل كبير وعيان ومعرفش هو بيعمل ايه. هقتله بعدين نتفاهم. يا كبير استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ده الشيطان ما بيخشش للواحد غير وهو مخنوق زيك كده. صدقي معك حق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بردك هقتله. يا كبير يا كبير ورحمة أبوك ما تربسش دماغك. شوف يا هدية، أنا صابر وساكت كل ده عشان أنا السبب في اللي حصل، لكن خلاص زمن السكوت عدى وفات. غوري من قدامي دلوقتي يا هدية، لا طخك أنت الأخرة. غوري يا كبير، ما كملت لكش الموضوع. ساعة ما نكسلت فات. شوف أدخل دقيقة أطخ عم جابر وأرجع لك تاني. ما هو الموضوع بخصوص عم جابر. قول. أنا خايف لا تكون حالته اتدهورت ومفكر نفسه الكبير قوي بسبب الوجعة التانية اللي وجعها مغاية وإحنا رايحين. وجعة تانية؟ لا، احكي لي من الأول وعلى رواق. خبر إيه ياد؟ أنت جاي تتحجم على أبوك ولا إيه؟ العفو يا ابوي. انا كنت عاوز اخذ مشورتك في حدوته صغيره قدك ده. دلوقتي انا اعرف رجل مجنون وقع على نفخه عقله رجع له تاني، وعرف اني كنت مستحمله ومستحمل بلاوي وحاطط البلغة في خشمي عشان حاسس بالذنب في اللي حصل له، وقام ساق فيها، ضربني بالقلم قدام الناس، ضربني انا بالقلم. قل لي يا ابوي، رجل زي ده أكله كيف؟ فزاع، الله يخرب بيتك يا فزاع. فزاع ما شاء الله الذاكرة رجع التاني. ها قل لي عاد، أنت مين؟ أنا خدمك جابر يا كبير. شاهد على روحك يا جابر. أحب على يدك يا كبير، أنا كنت بهزر معاك. تهزر معاي؟ تقوم تضربني بالقلم قدام مرتي وفزاع؟ غلطان يا كبير، والغلط ركبني من ساسر راسي، بس أحب على رجلك. ما تقتلنيش يا كبير. شوف يا جابر، أنا لا هقتلك ولا هقطع عيشك، عشان أنا لو قتلتك أبقى حمار. أنا هعمل معاك الألعن، أنت هتلازمني لحد ما ربنا ياخدك ياخدني. ما
وقفت ليه يا جابر؟ تعبت يا كبير، نفس انقطع. لا شد حيلك يا مازنجر، شد حيلك، لسه قدامنا شغل كتير. شوف عاوزك بعد ما تاخذ الشوالات دي تحطها هناك، ترجع تربيعها تاني. تاني يا كبير؟ أمال، عشان تلحق تطلعهم فوق السطوح قبل النهار ما يروح. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بقول لك يا جابر، خدامك يا كبير. وانت شغالك ده، عاوزك تغني لي الغنيه اللي بحبها، تطلع من بقك زي العسل. هم المم يا روحي، هم المم، هم المم يا روحي، هم المم، هم المم. حسبي الله ونعم الوكيل،